إذا ننتقل وإياكم ضمن تمرينات الوحدة الثامنة من كتاب الجبر 132 للسؤال السابع. السؤال السابع: بكم طريقة يمكن اختيار 7 تلاميذ من مجموعة تضم 9 أولاد و6 بنات؟ إذا 7 تلاميذ من مجموعة تضم 9 أولاد و6 بنات، هناك تكملة. يكون في هذه المجموعة المختارة، المجموعة المختارة من المجموعة الأكبر، المجموعة الجزئية من المجموعة منتهية، 4 أولاد و3 بنات. إذن حدد لدي الخيارات، حدد لدي الخيارات، يريد 4 أولاد من أصل 9 أولاد و3 بنات من أصل 6 بنات. إذن ما هي طرق الخيارات؟ نعم يا ابتسام. أي أنسي نجمع 7 + 9 + 6 + 3 + 4 بيطلع عنا 29. ابتسام، طيب شو الطريقة اللي اعتمدت عليها بالحل؟ شو الطريقة اللي اعتمدت عليها بالحل؟ توافيق. توافيق، طيب ماني شايفة إنه حليتي على التوافيق. ابتسام، انتبهي على السؤال كتير منيح. عنا مجموعة تضم 9 أولاد و6 بنات، من نختار منهم مجموعة تانية تضم 4 أولاد و3 بنات. أنا لما بدي طبق التوافيق، بدي طبق التوافيق، بدي حدد مين المجموعة المنتهية ومين المجموعة الجزئية. مين المجموعة المنتهية بالنسبة للأولاد؟ أنسي الأربعة. كم ولد عنا؟ أنسي نحن عنا 9 أولاد. كل الأولاد أنسي كلهم 9. 9 أولاد، بنختار منهم 4 أولاد، نختار منهم 4 أولاد، خليكي معي. إذا عنا 9 أولاد بنختار منهم 4 أولاد، ركزي لي على الأولاد هلا. إذا معناتها التوافق بالنسبة للأولاد 9 4، 9 هي عدد الأولاد كلهم، 4 هن اللي بدي اختارهم. طبعا هون الاختيار عشوائي، يعني ما ميزوا ولد على ولد، فالقانون هذا قانون، هذا القانون بدي احفظه وطبقه. توافيق 9 4 يساوي تراتيب 9 4 على تباديل 4. كيف بطبق القانون؟ كيف بحله؟ 9 4 هي عبارة عن 9 8 7 6، إذا 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6، يعني 4 منازل بدءا من 9. البي 4 التباديل هي 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، يعني بيبدأ من 4 وبكمل لعند 1. بالنسبة للاختصار بلاحظ أنه أنا عندي 4 ضرب 2 8، فبختصر 8 من البسط مع 4 و2 من المقام، بيبقى عندي 9 ضرب 7 ضرب 6. بقدر اختصر كمان مرة ثانية، 6 على 3 فيها مرتين، فشو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي 9 ضرب 2. الجواب النهائي 126. الجواب النهائي 126. إذا هاي شو راح نسميها؟ هاي راح نسميها عدد طرق اختيار الأولاد، هي بالنسبة للأولاد الذكور. يعني بالنسبة للبنات، أنا عندي 6 بنات، راح أختار منهم فقط 3 بنات. إذا الاختيار عشوائي فبناخذ التوافيق. توافيق 3 على تباديل 3. القانون منطبقه 6 3، بنكتب 6 ضرب 5 ضرب 4، يعني بعد الستة ابتداء من الستة 3 منازل عندي أنا، 6 5 تباديل 3 ببدأ من عند 3 وما بخلص لعند 1. 3 ضرب 2 ضرب 1 صار طبعا 6 من البسط مع 3 ضرب 2 من المقام، يبقى عندي 5 ضرب 4 20. هي عدد طرق اختيار البنات، عدد طرق اختيار البنات. هلا انا بدي شكل لجنه كامله او مجموعه كامله فيها 4 اولاد و3 بنات، يفصل بين الخيارين حرف الواو. حرف الواو بالنسبه للاحتمالات تمثل عمليه الضرب، فعدد طرائق تشكيل المجموعه او اللجنه شو ما بدنا نسميها، ما في مشكله، نقول 126 ضرب 20 2520. تمام.